السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله متابعي موقع قناة ماجد فوتوز دوت كوم. السفر قرب، واللي ما حجز تذاكر الله يعينه، واللي للحين ما يدري وين يروح الله يعينه زيادة. في هالحلقة إن شاء الله راح نتكلم عن بعض الأمور اللي تخص المصور لما يسافر. طبعا لو نتكلم بس شلون تاخذ صور وشلون يعني خبرات السفر راح ناخذ حلقات، بس في هالحلقة جزاهم الله خير اللي هم شركة AAB World عالم AAB عطونا بعض الجناط الاحترافية حق التصوير اللي راح نتكلم عنها، وكل واحدة شنو ممكن تفيدنا. تفرق وايد لما تسافر مع أهلك وأولادك ولما تسافر بروحك رحلة تصوير. في البعض يسافر مع أهله وأولاده يشيل معه كل هالجناط يمكن ويؤذيهم ويعذبهم كأنه رايح يعني جيش ولا شيء، عنده مليون جنطة ومليون عدسة. أنا دائما إذا رحت سفرة حق تصوير خاص فيني بروحي هني أخذ راحتي، أخذ عدسات اللي أبيها، أخذ كاميرتين دائما من كل شيء شغلتين، حتى العدسة يمكن عدستين وترايبود اثنين. فأنت لما تروح سفر تصوير تأخذ راحتك. غالبا أحرص أن تكون عندي جنطة، يمكن حتى اللي ما يقدر يشيل وايد أنا دائما إذا خذت جنطة أحرص أنها تكون ترولي يعني فيها تاير وممكن تنسحب معك. هذه جدا مفيدة، حتى البعض يكون يعني الديزاين مالها سلم، حتى في لما تاخذها معك الطيارة ممكن تدش في مكان الوزن. فهذه وايد وايد شغلة مهمة أحرص عليها. ثاني شغلة، إذا كانت ترولي دائما أخذ معها تكون باك باك، أنها تنحط على الظهر. أوكي، في البعض بعضهم بس ترولي وما تقدر تشيلها على الظهر، أنا أحب وأحرص دائما أن تكون الأثنين، فتكون ترولي وتكون باك باك. في شغلة مهمة كذلك أنها تكون فيها مكان حق الترايبود. أوكي، لما تسافر حق تصوير أخذ الترايبود اللي تبي، بس لما تسافر مع أهلك تقدر تأخذ لك ترايبود يكون خفيف. واحدة من الأشياء اللي تتميز فيها جناط تامرك، مثلا خلينا نقول السفرة هذه أو بعض أو أغلب الجناط التامرك يكون معاها الرين كفر. أغلب الجناط الرين كفر يكون لاصق في البادي مال الكاميرا. جناط تامرك أو في بعض الماركات كذلك أنه يكون الرين كفر مفصول، بحيث أنت إذا كان لاصق بالجنطة نفسها وطق مطر مثلا وسكرت بعدها لازم تخليه مفتوح دائما أساس ينشف المطر، أو أنك تسكر راح يصير رطوبة بالكاميرا. فهذه ميزة حلوة أن الرين كفر موجود برا، تغطي فيه راسك، تحطه على الأرض تصور، إذا نشف مثلا أو إذا خلص المطر تحطه بروحه ينشف، بس يمكن العيب اللي فيه أنه ممكن يضيع بسرعة. أوكي، بس هذه ميزة وايد وايد حلوة. شغلة ثانية حلوة في جناط الإيفولوشن، طبعا في السكس والإيت والناين. الناين ميزتها أنه ممكن اللابتوب الفيفتين يدخل، أما هذه ممكن يدش فيها الآيباد. أنا غالبا إذا مثلا إذا رحت سفر أبو ثلاث أربعة أيام ما أخذ معي اللابتوب، وشرحت في فيديو سابق شلون تستخدم الآيباد في السفر. الميزة الحلوة الثانية في هذه الجنطة أنها تصير باك باك، باك باك يعني تصير على الظهر، أو تصير سلينج، سلينج تصير على الجنب، فهني ممكن تفصل الجنطة تصير باك باك أو تصير سلينج. الحلو بالسلينج أن أنا دائما حق اللي يصورون لاندسكيب تمام أفضل هذه الجنطة. لا تحط جنطتك أي مكان على التراب ولا على الأرض، أو فلاترك يكونون موزعين في مكان. غالباً أعرف وايد ناس وأنا منهم كم مرة نسيت فلتر أو نسيت جنطة أو نسيت بوك. فبالطريقة هذه أي وقت تحتاج أي شيء من الكاميرا على طول عندك أكسس حق هذا الشيء. مثل ما قلت لكم في أكثر من أكسس حقها، ممكن يكون من الجنب هذا أو ممكن يكون الجنب الثاني. فممكن تكون فلاترك موجودة، الأغراض اللي تحطها كلها موجودة عندك، الكروت. دائماً كذلك الجناط التامرك إيه معاها شيء اسمه MAS. MAS يعني تقبل الإضافات، مثل تكون عدسة إضافية، أو مثلا ممكن تحط فيها ماي إذا أنت قاعد تتمشى في مكان دائما خل معك بطل ماي مثلا، أو مثلا إضافات مثل هذه ممكن تضيفها على طول على الجنطة، بحيث أنه تضيف مثلا مكان حق التلفون. أوكي، أو مكان حق الكروت، فيكون عندك أكسس حق الكروت بسرعة. كذلك ممكن تضيف أكسس حق الفلاتر، فبحيث أن أنا ما أحب أن أحط أغراضي في مكان يمكن أنساهم، فدائما يكونون معي هالأكسسوريز هذيل، بحيث أن أي وقت أحتاج أي شيء هالطريقة هذه أخذ الجنطة أبدل عدسات وأرجع مرة ثانية أشتغل. يعني كم مرة أنا أنسى يمكن عدسة وفلاتر بهالطريقة، إن شاء الله ما راح أنسى هذا الشيء. إذا كانت عندك سفرة سريعة ممكن تأخذ جناط مثل هذه. الجنطة هذه تشيل عدسة اثنين ثلاث عدسات منها 700 وتشيل البادي مع الكاميرا، كذلك البادي مع عدسة، كذلك تشيل اللي هي الكروت وتشيل آيباد تمام. فسعتها جدا
ممتازة، وكذلك ممكن تأخذها أو تسوي أكسس حق أغراضك على الجنب. فجنطة وايد صغيرة حق سفر ممتازة، تشيل أغلب عدساتك كلاندسكيب فوتوغرافر، تكون مكفية وموفية. أنا دائما بالسفرات إذا كنت مع الأهل تكون عندي بادي واحد SLR بلس، يكون عندي كاميرا كومباكت من أي نوع، فئات الجي كانون ممتازين، سوني RX 100 ممتازة. ممكن يكون معك إذا ما كان معك يعني لايت ترايبود أو ترايبود خفيف يكون كاربون فايبر، ممكن تأخذ معك الغوريلا بود أو ستاند حق التلفون مثل هذا، يكون معك حق توثيقات الفيديو أو الشغلات الخفيفة. كذلك ما تنسى يكون معك اللي هو الكيبل ريليس. شغلة جدا مهمة مرات، حتى يمكن في جنات خاصة حق البنات نفسها، يعني ممكن تتمشى وما حد يدري ان هذه جنطة كاميرا، حيث حتى اللي عندهم ميرورلس كاميرا الصغار مع ثلاث عدسات تكفي، مع الايباد مع البوك والجواز وكل شيء تحطه في جنطة مثل هذه، وايد وايد شكلها حلو وما تبينها جنطة تصوير. من الامور المهمة جدا خاصة لما تسافر حق تصوير او مع اهلك، في اشياء لازم تحطها بجنطة التصوير، في اشياء لازم تحطها او مو لازم، يعني يفضل انك تحطها عادي تحطها في جنطة الملابس. خلينا نقول انت رايح كينيا مثلا، الشاحن مال الكاميرا الاساسي مستحيل احطه بجنطة الملابس، يمكن اروح هناك وجنطة الملابس تضيع وما عندي شاحن رئيسي. اوكي، فهذه جدا نقطة مهمة اني احط الشاحن الرئيسي هنا، باقي الاشياء البطاريات ممكن البادي الثاني ممكن احطه هناك، بس بحيث اني راح اوصل هناك اقدر اخذ صورة اصور. اللابتوب والشاحن اللابتوب نو واي يكون مثلا بالجنطة الثانية. فالشغلات الاساسية اذا وصلت هناك شيلهم حطهم في الجنطة مالت الملابس. كذلك ما ننسى يكون معاك كرت او ليبل او اي شيء تكتب عليه اسمك بياناتك، بحيث لا سمح الله نسيت الكاميرا او نسيت العدسه باي مكان يكون هالليبل هذا موجود. واحد من الشباب نسى جنطته بعد عنها يمكن نص ساعه، لما رجع مره ثانيه لقى توا واحد بياخذها بيوديها مخفر الشرطه يقول دورت عليها اسم ولا شيء ما حصلت شيء. فهذه نقاط جدا جدا مهمه. كذلك دائما تركز على اذا تحتاج مثلا فيزا تطعيم، تشيك على الجو، كلها امور جدا مهمه بالتصوير. في شغله بعد وايد وايد مهمه اللي هي يعني مثل ما قلت لكم لا تحط اغراضك في اي مكان، خلهم على طول حواليك. في يعني اللي هو اخر شيء اللي بذكره بالحلقه هذه، انت لما تسافر باي مكان انت تمثل ديرتك، فدائما خليك انت سفير وخاصة إن أنت بأخلاقك كمسلم أنك تمثل ديرتك، تمثل أطباعك وشنو الناس ودها تقول عن هالدولة. ترى والله يونا ناس من المنطقة الفلانية وكان تعاملهم مو حلو، أو يونا مثلا أحسن ناس على قولتهم الدولة الفلانية، فهم يأخذون طباع عن الدولة نفسها ما يأخذون طباع عن الشخص. بالنسبة حق الحلقة الماضية الفائز اللي كان معانا ألف ألف مبروك حقه، طبعا إحنا نختار ثلاث أسماء نتواصل معاهم كل أسبوع، نتواصل مع اسم وإن شاء الله نتواصل مع المركز الأول ونوصل لجائزته مقدمة من AAB عبارة عن فلتر اللي هو الـ 10X Pro مع الهولدر، إن شاء الله يوصل لك بالسلامة ونشوف صورك فيهم. سؤال هذه الحلقة تكلمنا عن ميزة في جناط التامرك اللي هو رمز من ثلاث حروف، إذا كان موجود على الجنطة تقبل إضافات مثل العدسة أو مكان حق الماي أو مكان حق التلفون الفلاتر والكروت. شنو هالرمز اللي مكون من ثلاث حروف؟ وجائزة الحلقة عبارة عن جنطة Evolution 8 مقدمة من شركة AAB World. انتظر تعليقاتكم وإجاباتكم في كومنتس اليوتيوب. شوكم على خير.